الحمد وانت لله. بتراقب من دوري الدرجة التانية في الممتاز كده، كنت شايف مين مهاجمين جامدين قوي في الدوري المصري؟ في المهاجم بتاع انبي اسمه ايه؟ ايبوكا. ايبوكا اللي مش كان راح سيراميكا كليوباترا، مهاجم كويس جدا كنت بتفرج عليه وبتابعه على طول. مين تاني كان عاجبك؟ وزيزو. زيزو احنا زيزو كمان طبعًا. زيزو كان متابعه، ومروان حمدي كمان. مروان حمدي من اللعيبه المميزه جدا، يعني بتفرج على الماتشات بتابعهم على طول يعني. دول كانوا اللعيبه المميزه بالنسبه لك؟ مميزين جدا. طيب.